وهاد الناس هادو عامرين راه ما كاينش فين يمشيو، راه سوق واحد اللي عندنا نموذجيه وتيجيو ليه عباد الله، ولكن راه ما كاينش واحد التوقيت رسمي. هما راه قال لك حتى الثلاثه، هما دابا راه الوحده بغاو يجريو عليهم، ما يمكنش، واش فهمتيني؟ ما يمكنش يا استاذ، خاصهم يبقاو حتى الثلاثه عاد يخرجوا هاد الناس هادو، حيت الناس راه جايين معطلين من المارشي، كاين اللي جاي حتى ل 11، كاين اللي جاي حتى ل 12، الحواته جايين حتى للوحده، اش غيبيع واش غيشري؟ ما عنده ما يبيع ما عنده ما يشري خويا، والوحده هو تيقول ليه جمع، هو جاي مع الوحده، باع كيلو ديال السرديل جمع، ما يمكنش. هاد الناس هادو خاصهم يديروا معنا شي حل، يخليونا السوق، الحل يخليونا السوق حتى الثلاثه او الربعه، بما يبيع بنادم ويشري، ما يمكنش بنادم جاي حتى ل 11، خضر جاي حتى ل 12، الاخر جاي حتى للوحده، ما يمكنش اصاحبي. خاصنا عاوتاني واحد النظام شويه، بنادم ما يتكاثرش بزاف، يولي يديروا الباب يدخلوا شويه بشويه، بحال لابيلفي، بحال كالفور، بحال مرجان، يدخلوا 15 ب 15 للسوق يتقداو، مالهم؟ هذا السوق عشوائي ينظموه، كاين نظام، ولكن الناس ما معاوننا السلطه بانهم يبقاو السوق هنا حتى الربعه الخمسه السته، عباد الله راه خاصها تخدم، ماشي حتى الوحده عاد جايه من المارشي، فهمتيني؟ الناس راه ما عندها ما تاكل تتعاني، واش يقول لك سدوا عليك؟ فين غنمشي نسد عليا؟ فين غنمشي نسد عليك؟ ما عندك فين تسد عليك اصاحبي، راه كاين هنا المخير عنده اربعه الدراري خمسه. ما تخلص لا ما والو، عندنا الراميد وعندي اربعه ديال الدراري وما تخلص عليهم ما والو. هذا السوق العشوائي تهضروا عليه هو اللي عايشين منه حنا كاملين. هو الاستفاده عندنا. وهادشي اللي كاين. شي عايش في الشطابه، شي عايش في العصاص، شي عايش كل شي عايش مع شي. شي عايش مع شي خويا، ما عندنا فين نمشيو. والدرويش. والتحيه نضاليه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب. بارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.